ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتز حي الكورس في مدينة أسفي صباح اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد وأمام أنظار أبنائهم. وحسب مصادر محلية فإن زوجا أقدم حوالي الساعة الواحدة من ليلة الأحد الاثنين على ذبح زوجته من الوريد إلى الوريد وذلك أمام أعين أبنائه الثلاثة ويتركها وسط بركة من الدماء. المصادر ذاتها أشارت إلى أن المتهم شوهد وهو خارج المصادر ذاتها أشارت إلى أن المتهم شوهد وهو خارج من المنزل مسرح الجريمة ويداه ملطخة بالدماء قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة. وعلمت إحدى جارات الضحية بالجريمة فأطلقت نداء استغاثة حيث تم إخبار المصالح الأمنية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي حلت فور علمها بالخبر بمسرح الجريمة. وجرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات قصد إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما أمر الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الزوج الجاني الذي اختفى بمجرد ارتكابه جريمته الشنيعة. هنا في هذا المنزل اللي قام به الزوج بنحر الزوجة ديالو ما عرف شنو هما الأسباب شنو هما الظروف، ولكن اللي تداول بأنه كانت خلافات عائلية حادة ما بينه وبين الزوجة اللي تتخبره بشي 3 سنين. هو شاب 20 وعنده 3 أطفال، كان تيقول بأنه تورا كان بيجهز عليهم تامات الأطفال ديالو كان بينحرهم لولا الصراخ، يعني الصراخ ديال هنا جيران والأهل ديال هنا اللي دفعته أنه يوقف ويهرب، لأنه يهرب الجنة الأولى اليوم بين الناس معنا بأنه سلم نفسه للسلطات الأمنية اليوم مدينة أسفي. نحاولوا إن شاء الله نقلبوا على الجيران والأهل ديالو باش أننا نسمعوا شنو الأسباب باش نعرفوا شنو الأسباب بالضبط اللي دفعته أنه يقوم بهذا. ما تلاحظوا بانه انت الناس باقي ما مستوعبينش، يعني الجيران الاهالي ديال هنايا باقي ما مستوعبينش الحادثة اللي وقعت اليوم هنا بلي تاسفي انه هاد السيدة دا قتل مرته بهذه الطريقة هذه. الظروف ما عرفناش الله يحفظ الامان. على كل حال الانسان ما يقدرش يعرف شنو الاسباب ما بين يعني الخلافات اللي قد تكون ما بين الزوج والزوجة. نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية. إن شاء الله نحاولوا